طيب، ما معنى القرآن في اصطلاح؟ لما نقول في الاصطلاح، نقول في الاصطلاح عند أهل التخصص. أي شيء نقوله في الاصطلاح معناه عند أهل التخصص. يعني إيه؟ يعني عند أهل التفسير وعلوم القرآن، القرآن معناها كذا. لما نقول القرآن عند أهل اللغة كذا، يبقى نفهم الموضوع أن القرآن عند أهل التخصص هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا بلا شبهة. هذا يقين، أن المصحف الآن، القرآن الآن الذي بين أيدينا، هو نسخة من اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل كتب على نفسه أن يحفظ هذا القرآن. هذه نقطة من النقاط الهامة، أن النسخة التي بين أيدينا من المصحف الشريف من القرآن الكريم هي نسخة من الموجودة في اللوح المحفوظ، وسوف نوضح ذلك إن شاء الله. القرآن هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا، جمع عن جمع عن جمع عن جمع، لا يوجد بينهما أبدا كذب، كذاب، كلهم أهل ثقة، كما هو متواتر مع تعريف التواتر عند أهل الحديث بلا شبهة. الحمد لله ليس في عندنا شبهة في ذلك. إذا كان العلم هو إدراك الشيء على حقيقته، وإذا كان القرآن هو المقروء وهو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمنقول بالتواتر بدون شبهة أو بلا شبهة، فما تعريف علوم القرآن؟ العادة عند الاصطلاحيين أو العادة عند الكتاب، عندما يوجد مصطلح نقول مثلا علوم القرآن، يعرف العلوم أولا ثم يعرف القرآن ثم يعرف علوم القرآن. فالعادة عند أهل التصنيف عندما يكتبون ويوجد مصطلح بيسموه المصطلح المضاف، في مضاف ومضاف إليه، يعرف كل كلمة في المصطلح ثم يجمع هذا المصطلح. فنستطيع أن نعرف كما قال العلماء علوم القرآن بأنها جملة من أنواع المعلومات المضبوطة ضبطا خاصا، المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث نزوله، جمعه، قراءته، مكيه، مدنيه، وهكذا، وكل العلوم التي تتعلق بالقرآن سواء من حيث الأداء أو من حيث الفهم، لأن القرآن أداء وفهم. أداء يعني إيه؟ المخارج، التجويد، كيف يؤديه ويخرج المخارج، هكذا. والنقطة الثانية هي الفهم، والنقطة الثالثة هي الاستنباط. يعني ثلاث أمور مهمة جدا ونحن نتعامل مع القرآن: الأمر الأول أداء، والأمر الثاني ارتقاء يعني فهما، والأمر الثالث استنباطا، الاستنباط الحكم والأحكام. فهكذا بسموه يعني مثلث التعامل مع القرآن الكريم. بعلوم القرآن جملة من أنواع المعلومات التي أو المضبوطة ضبطا خاصا، المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث نزول القرآن، جمع القرآن، قراءات القرآن، مكيه ومدنيه، وأسباب نزوله وما إلى ذلك. طيب، هل في فرق ما بين القرآن وفرق بين المصحف؟ يعني هل في فرق، يعني المصطلح مصطلح القرآن، وفي فرق بين مصطلح المصحف، في فرق بين لفظ القرآن ولفظ المصحف؟ طب هل ورد في القرآن؟ يعني هل ورد اللفظان في القرآن؟ هل ورد لفظ الكتاب القرآن، لفظ القرآن ولفظ المصحف؟ نعم، لما نيجي نقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، مثلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يبقى القرآن ورد. طب والمصحف في صحف مطهرة، فاللفظ هذا واللفظ هذا وردا.
طيب المصحف ما جعل جامعا للصحف، يعني نقول مثلا هذه صحيفة وهذه صحيفة وهذه صحيفة وهذه صحيفة، يبقى هذا اسمه مصحف. فالمصحف هو ما جعل جامعا للصحف المكتوبة. أنا كتبت في صفحة ثم كتبت في صفحة أخرى ثم كتبت في صفحة ثالثة، هذه الصحف تسمى مصحف، يعني جمع ما هو ما كتب. طيب وجمعه مصاحف، يبقى المصحف من مادة صحفة الصاد والحاء والفاء، وهي بضم الميم وكسرها وفتحها، ما جعل جامعا للصحف المكتوبة. قد نال شرف أول من أطلق المصحف على القرآن أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق هذا الرجل الفطن، روى الإمام السيوطي أن أبا بكر رضي الله عنه كان أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف. دي بسموه الجمع الأول، الذي جمع الصحف التي كتب فيها القرآن في مصحف وأطلق عليه مصحف، هو أبو بكر الصديق. والصلة بين القرآن والمصحف أن المصحف ما جمع فيه القرآن. وضحت الفكرة يا شباب؟ يبقى في فرق ما بين القرآن والمصحف. القرآن قلنا هو المقروء، وهو المنزل، الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنقول بالتواتر بلا شبه. النقطة الثانية، المصحف هو الصحف التي كتبت فيه القرآن، ولذلك سمي مصحفا، وأول من أطلق هذا اللفظ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.